لا لا، هو مو تفاوض بقدر ما هي دعوة ل يعني الحديث عن قضايا كثيرة، ومحاولة أن لا تكون المعارضة التعامل مع ردود الأفعال، إنما المعارضة يجب أن تتعامل مع الفعل وليس مع ردة الفعل. وهذا بإذن الله أعتقد أن الشعب الكويتي ينتظر منا الكثير. في 5/12 لما جت الانتخابات كانت هناك أهداف كثيرة وصلها الشعب الكويتي، بل أن الشعب شارك بهذه الانتخابات اللي كان رافض أن يشارك فيها الصوت الواحد، لكنه شارك حتى يحدد مسار معين يحقق الرفاهية ويحقق الأهداف المعلنة.